الرجل معي تنازل عن اي قرش لانه القطعه مرتبه. بعبيتك امشي انا شايفه معي يمشي خلاص تعبت. يمين عظيم غير على عمان مشي زي ما حلفت. اسمح لي منك ضيعتك. لا يا حبيبي لا 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 والله لقطات على الفيسبوك هيك. طب احكي لي شو رايك فيه يعني. والله مسلسل كوميدي حلو هيك هو وكشخصيه زي بلال عجارمي بضحك يعني بنصح الناس تتابعه حلو كثير. هو بصراحه يعني بدون زعل يعني لو امثل مثلا انا واصحابي او اولاد اختي يجي يمثلوا والله بصراحه احسن يعني مش كثير يعني كويس بالمرة. والله هم كأشخاص يعني بلال العجارمة وعمر الطراونة كأشخاص يعني محترمين يسولفوا باللهجة الأردنية الصحيحة يعني ما يتصنعوا يعني ما في شيء عيب الشعب الأردني. مشوه؟ والله من اسمه مسخرة ولو في خير والله لكل العالم عرفته بصراحة. ما بتعرفين؟ أول مرة أسمع فيه من اسمه هي بقول لك اسمه مسخرة. بلال العجارمة صحيح؟ نعم. أحضرت منه لقطات يعني مش كاملة وشفت إنه بلال العجارمة بمجال الإعلام أفضل من تمثيل يعني أفضل بمجال الإعلام شخصية كشخصية أقوى ما شاء الله عنه يعني. والله هو مسلسل يعني حلو ويضحك ويسلينا خاصة في رمضان ومسلسل فكرته حلوة خاصة في شخصية يعني مهمة وحلوة اللي هو بلال العجرمي. والله ما بعرفه أول مرة بسمع فيه بس شو هذا مين هذا؟ ممثلين بلال العجارمة وعمر الطراونة. المسلسل عبارة عن كوميدي وبوحي إنه لغة عربية أردنية القديمة اللغة القديمة. صراحة ما بعرفه ما عمري حضرته ما بعرف إنه في مسلسل هيك اسمه أساساً. مشوح وملوح؟ لا طبعاً لا أول مرة بسمع فيه يعني شو الاسم هذا بصراحة يعني شيء بلا ما هو صناعة أردنية. والله سمعت عنه هو كأنه من بطولة بلال العجارمي. بلال العجارمي أنا شخص كتير بحبه وبحترمه زلمة يعني بيستحق كل الاحترام بس والله ما تابعته بس سمعت إنه كتير حلو هذا هو. للأسف مسلسل مسخرة ما في يعني ما في إدراك للشباب ما في وعي ما في تفاهم. شو بدي أحكي لك يعني إحنا لازم نكون قدوة. والله كوميدي رائع يعني جميل جدا يكفي وجود شخصيات زي بلال العجارمي وعمر الطراونة فهذا الإشي كتير حلو وهو مسلسل جميل يعني كوميدي رائع.